ستكون فرق قطاع الناشئين بالأهلي أمام تحديات صعبة في الموسم الحالي، قياساً بالمنافسة الشرسة في مسابقات مختلف الأعمار السنية. ورغم أن إدارة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي لديها أهداف عدة، من بينها أن يكون القطاع هو مصدر إمداد الفريق الأول باللاعبين الصاعدين والجيدين، لكن تبقى المنافسة على بطولات الجمهورية من جينات وسمات لاعب القلعة الحمراء. ووسط منافسة مبكرة قوية للغاية، يدخل فريق شباب الأهلي مواليد 2008 مواجهة صعبة أمام إنبي ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. وتكمن صعوبة المباراة في أن إنبي واحدة من أهم الفرق التي تنافس على صدارة البطولة، وستكون المباراة تحدي كبير لفريق الناشئين بالأهلي، خاصة بعد أن خسر نقطة في الجولة الرابعة بعد أن فاز على مضيفه سموحة بضربات الجزاء وتعادل في الوقت الأصلي 2-2 بعد جدل تحكيمي كبير، ليصل إلى 11 نقطة من خوض 4 مواجهات، حيث فاز في 3 وتعادل في مباراة واحدة وحقق نقطة من الفوز بضربات الجزاء، وسجل لاعب الأهلي 12 هدفاً ومني مرمهم بثلاثة أهداف، بينما يمتلك إنبي 12 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في 4 مباريات وآخرها على زد بثلاثية نظيفة، وسجل لاعبوه 13 هدف ومني مرمهم بهدفين فقط. ويبحث فريق الأهلي بقيادة حسن محمد المدير الفني عن العودة للانتصارات وتقديم عرض قوي يعبر عن مواهب الفريق وجهازهم الفني.